أهلا بكم مشاهدين في السلطة الرابعة، وإليكم أبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية. الجزيرة مباشر ينقل التفاصيل الجديدة نشرها جيش الاحتلال عن عملية الهجوم على ميناء الحديدة. ونيويورك تايمز تقول إن الضربة الإسرائيلية على ميناء الحديدة ستضر بالمدنيين وليس بالحوثيين. أما صحيفة معاريف العبرية فتكشف عن أن 44% من شركات إسرائيل الناشئة تأسست في الخارج إثر الحرب على غزة. أهلا من جديد، ونبدأ من موقع الجزيرة نت مباشر الذي قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر تفاصيل جديدة لمراحل تنفيذ عملية قصف ميناء الحديدة، مرفقا فيديو للحظة إقلاع الطائرات من أحد المطارات العسكرية الإسرائيلية وتزويدها بالوقود في السماء إلى جانب لحظة استهداف الميناء. ونقل الموقع عن إعلام عبري كواليس العملية التي قام بها سلاح الجو الإسرائيلي، وقال إن 30 طائرة تابعة للجيش وأربع طائرات كبيرة من طراز رام شاركت فيها. إلى جانب ذلك يشير الموقع إلى مشاركة طائرات التزود بالوقود التي قامت بأربع جولات من التزود بالوقود للطائرات المقاتلة على طول 3400 كيلومتر بين إسرائيل واليمن، مشيرا إلى أن الاستعدادات لهذه العملية استمرت 36 ساعة بعد أن وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت. أوضح أن مجلس الوزراء السياسي الأمني اجتمع مساء السبت للموافقة على العملية، وبعد نصف ساعة فقط أقلعت أولى الطائرات باتجاه اليمن، وكانت مدة الرحلة إلى اليمن 2:50. تم خلالها إبلاغ القيادة المركزية للولايات المتحدة بهذا الإجراء حتى لا يتم إطلاق نيران مضادة للطائرات على الطائرات الإسرائيلية. ولفت إلى أن الهدف الرئيسي للهجوم كان هو الرافعتان الرئيسيتان في ميناء الحديدة اللتان تشكلان محور الإمداد الرئيس. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خبراء إقليميين قولهم إن القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة لن يردع جماعة الحوثي عن شن المزيد من الهجمات، لكنه من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن. ونقلت صحيفة عن خبراء يمنيين ومسؤولين أمريكيين سابقين أن الضربات الإسرائيلية لن تلحق ضررا كبيرا بالحوثيين، ومن المرجح أن يؤدي إلى تفاقم المعاناة في اليمن. الصحيفة نقلت أيضا عن آدم كليمنتس الملحق العسكري الأمريكي المتقاعد في اليمن قوله إن هدف الضربة يضر المواطن اليمني العادي أكثر من قدرة الحوثيين على شن هجمات على البحر الأحمر أو إسرائيل، فيما يقول المحلل السياسي اليمني هشام العميسي إن الهجوم الإسرائيلي يمنح زعماء الحوثيين فرصة لتأجيج خطاب العدو الأجنبي وإضفاء الشرعية على ادعائهم بأنهم المدافعون عن العرب والمسلمين. فيما يقول محمد الباشا الخبير البارز في شؤون الشرق الأوسط في مجموعة نافانتي للأبحاث إن إعادة بناء هذه الهياكل التي قصفت من المرجح أن تكون مكلفة وتستغرق وقتا طويلا، وتوقع نقصا حادا في الوقود في جميع أنحاء شمال اليمن ما قد يضر بالأساسيات مثل مولدات الديزل للمستشفيات. تم ضرب الحديدة بقسوة مفرطة تركت الحوثي يندب حظه وينعى نفسه ويعيد دوائره الضيقة، قول توأم عبد الملك حسن نصر الله عقب دمار حرب تموز: لو كنت أعرف لما فعلتها. بهذه العبارات يصف الكاتب خالد سلمان الهجمات الصهيونية الأخيرة على الحديدة. يقول الكاتب في موقع نشوان نيوز إن ضرب الحوثي تل أبيب بمسيرة نجح في تجاوز الاستشعار المبكر، لكنها لم تحدث دمارا وأسقطت مدنيا إسرائيليا واحدا. ويضيف الكاتب أن تل أبيب ردت بتدمير كل ميناء الحديدة وتعطيله لمدة لا تقل عن سنة، وأحدثت دمارا مهولا في خزانات الوقود ومخابئ الأسلحة، وأسقطت أكثر من 90 يمنيا بين قتيل وجريح.
ويرى الكاتب أن الحوثي يغامر بكل شيء من أجل صناعة حالة من الحيرة والاضطراب النفسي بين أوساط خصومه السياسيين وكل الشارع الذي يرفض ضميره أن يرى قوة إسرائيلية وهي تضرب في الأرض اليمنية بذات القدر الذي يرى هذا الشارع في الحوثي عدواً يضع اليمن رهينة للأوامر الإيرانية ويعرض سلامة البلاد لمخاطر يذهب ريعها بالكامل لا لصالح اليمن ولا غزة بل للحصالة الإيرانية. إلى تطورات فلسطين، حيث كشف استطلاع للرأي نقلت نتائجه صحيفة معاريف العبرية إن ما يزيد عن 43% من الشركات الناشئة الإسرائيلية تم تأسيسها خارج إسرائيل عام 2023، وذلك في أعقاب احتدام الحرب على غزة وتداعياتها التي شملت عدة جبهات. أشار الاستطلاع الذي أجرته الجمعية الإسرائيلية للصناعات المتقدمة أن هذا الرقم يمثل قفزة كبيرة من 19.92% فقط من هذه الشركات التي أنشئت خارج إسرائيل عام 2022. وتقول الجمعية الإسرائيلية للصناعات المتقدمة وفق الصحيفة إن الاستطلاع أجري بشكل منظم لجمع بيانات واقعية واضحة فيما يتعلق بقضية مهمة تعكس الاتجاهات الحالية في كل ما يتعلق بنشاط قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، ويمثل ظاهرة واسعة تشير إلى نقل نشاط اقتصادي واسع النطاق إلى خارج إسرائيل. وتشير الصحيفة إلى أن الشركات الإسرائيلية في الداخل تواجه تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أشهر حتى نهاية العام على الأقل، فمن المتوقع أن تغلق 60,000 شركة خلال السنة الحالية بسبب ارتفاع الفائدة وكلفة التمويل ونقص القوى العاملة والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات. نقلت صحيفة الخليج عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه بدأ حملة تطعيم واسعة لقواته التي تحتل قطاع غزة ضد شلل الأطفال بعد اكتشاف عينات من الفيروس المسبب لهذا المرض. ويتخوف النازحون الفلسطينيون وفق الصحيفة من إصابة أبنائهم بالفيروس الذي اكتشف مؤخرا في مياه الصرف الصحي المنتشرة في شوارع ومناطق القطاع المدمر. أشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي عثر على بقايا فيروس شلل الأطفال في غزة بعد أن أجرى اختبارات على عينات أخذت من مناطق مختلفة من القطاع، مشيرة إلى أن هذا المرض شديد العدوى ويسببه فيروس شلل الأطفال الذي يضرب الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب شللا دائما خلال ساعات. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت السلطات الصحية في غزة أن اكتشاف الفيروس في مياه الصرف الصحي التي تجري بين خيام النازحين في القطاع الفلسطيني ينذر بكارثة صحية حقيقية ويعرض آلاف السكان لخطر الإصابة بهذا المرض. ختام السلطة الرابعة، أشكركم على طيب المتابعة وأترككم مع هذا الكاريكاتير. إلى اللقاء.